تحية لكم مشاهدي الكرام. هل التقى وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيره السعودي أو الإماراتي في نيويورك؟ لماذا يتحدث كاتس في هذا التوقيت عن علاقات أمنية وتعاون في إطار ملف إيران؟ هل سيخرج التطبيع العربي الإسرائيلي للعلن في ظل توتر أمني في المنطقة لمواجهة طهران؟ في المقابل، أليست إيران عدو مشترك للعرب وإسرائيل؟ ألم تستهدف الأخيرة بهجومها إمدادات النفط العالمية والأمن القومي؟ هل مبرر التعاون الأمني الإسرائيلي الخليجي أم أنه محظور قبل حل القضية الفلسطينية كما تنص المبادرة العربية للسلام؟ نبدأ المناظرة. حول ذلك أرحب بالضيوف وأبدأ بدكتور إيدي كوهن الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي. مرحبا بك دكتور إيدي. وينضم إلينا السيد أحمد العملة المحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك معنا سيد أحمد. دكتور إيدي، دعني أبدأ معك. إسرائيل كاتس يتحدث عن لقائه بأحد وزراء الخارجية العرب في نيويورك، ليس مفاجئا ولكن التوقيت قد يكون مهم فيما يتعلق بتحشيد القوى الدولية العربية الخليجية لمواجهة إيران. برأيك إلى أي مدى هذا النبأ مهم في هذا التوقيت؟ أكيد سلوك إيران العدائي ضد دول الخليج، ضد السعودية، قصفها الأخير للسعودية، خطف الناقلات النفط، كل هذا السلوك، يعني الرئيس ترامب وصل لاستنتاج انه لابد من قصف طهران ولازم قبل قصف طهران تجنيد الشارع العربي، تجنيد الشارع الإسرائيلي وقصف عملاء طهران. لماذا لا يتحدث كاتس بوضوح؟ يعني كان زار الإمارات قبل فترة، كان هناك لقاءات مع وزير خارجية البحرين في مؤتمر وارسو، لقاءات باتت طبيعية نوعا ما، لماذا لا يتحدث عن اسم وزير الخارجية؟ كاتس على الأرجح التقى مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، يعني ما في غيره يعني، وكل المؤشرات كمان تدل على ذلك. هناك ضغوط إماراتية انه ما بدون انه كل الانظار تتجه الى نحو اللقاء، ومشان هيك قالوا خلينا نعمله سري، ويعني ما ناخذ الانظار ولا الفلسطينيين يبلشوا يعني يغضبوا ويبلشوا يتاجوا يعني بالقضيه الفلسطينيه. الحديث عن لقاءات للعلن، نعم، هذه هي هيك الحكام العرب، يعني من في علاقات حتى قبل دولة إسرائيل، قبل تأسيس دولة إسرائيل، الحكام العرب يفضلون من عدم الإعلان عن اجتماعاتهم مع الإسرائيلية. كل جمعتين ثلاثة عندك وفد خليجي في إسرائيل، يعني عندك وفد إسرائيلي في الخليج، هذا ليس سر. لكن هذا اللقاء، لقد تم هذا اللقاء، وأنا عندي معلومات أنه التقى مع وزير خارجية الإمارات، لكن الإمارات لا تريد أن تكشف عن هذا اللقاء. والهدف تجنيد العالم العربي ضد إيران دون حل القضية الفلسطينية. شو خصنا بالقضية الفلسطينية؟ طيب. إمارات لا يهمها. نعم، هذا ما يدور في الأروقة سيد أحمد، كيف ترد على ذلك؟ الفلسطينيون لا زالوا يتحدثون عن مبادرة السلام العربية. أولا مساء الخير لكل المشاهدين. يعني أنا مش شايف أنه في خبر في الموضوع أنه يلتقي وزير الخارجية الإماراتي ولا البحريني أو يعني مش فيش هناك خبر أو فيش مادة إعلانية أو إعلامية هنا، إلا أنه كمان أنا باخذش الموضوع بعين الجد، لأنه لو يعني أي وزير خارجي لدولة تحترم نفسها ويحترم هذا الوزير نفسه، يعني شو اللقاءات هاي اللي أنا فقط كنت على حسب التويتر أنا كنت مع وزير خارجي عربي. أتوقع أنه المفروض إسرائيل تترفع شوية وأن تحترم نفسها شوية، هاي واحدة. النقطة الثانية، يمكن كل الخبر وزير خارجية إسرائيلي بوزير خارجية دولة عربية أو خليجية ويتحدث عن علاقات وتعاون أمني. قبل أسبوعين كان وزير الخارجية في الإمارات العربية، يعني وين المشكلة؟ وقبلها كانت وزيرة الإعلام والسبورت ولا متأسف والرياضة، كانت وتصورت وهي في جامع الملك زيد يعني أو الأمير زيد.
وين يعني وين المشكلة زايد؟ وين المشكلة هنا في الموضوع؟ أنا بتصور إنه هاي فقاعة إعلامية. أول شيء أنا لا أصدق، يعني أنا أقول إنه كان مع عبد الله بن زايد احتمال، ولكن أنا لا أعتقد إنه هذا الموضوع فيه من الصحة. إحنا في فترة في إحنا في فترة انتخابية اللي اليوم بحاولوا كل الحكومة الإسرائيلية توري إنها سوت علاقات وسوت سوت سوت، مع إنه لو تيجي تطلع أنت اليوم، قبل فترة أنا كنت أطلع على التلفزيون لبروفيسور من الجامعة العبرية اللي بيقول لك إحنا على مستوى أوروبا تراجعنا، على مستوى آسيا تراجعنا، اليوم بتحكي مع إسرائيل بيقول لك اسمح احنا سوينا لقاء في زيمبابوي ورحنا اخترقنا مش عارف وين في أفريقيا، العلاقات ما إلها طعم، ما إلها وزن، وبحاولوا يسوقوها على الشعب الإسرائيلي حتى يبغى إنه في شيء. النقطة الثانية اليوم النقطة الثانية اليوم الانتخابات ما خلصش، أخرى ثلاثة أشهر في انتخابات، أخرى ثلاثة أشهر في انتخابات جديدة، أخرى ثلاثة أشهر في انتخابات جديدة، هذا دلالة على فشل السياسة الإسرائيلية إنه مش قادر تكون حكومة على مدى سنة. وأنا بوعدك إنه أخرى ثلاثة أشهر في انتخابات جديدة شايف، لأنه أنتم طول عمركم تحكوا عن الدكتاتوريات العربية، الدكتاتورية الإسرائيلية اليوم بظل نتنياهو الحمد لله عم تجاوزت، لأنه يعني عديته من عنا يا الله يعلم عدا من أصدقائه وبعض أصدقائه العرب اللي موجودين في السلطة اللي صعب عليهم وصعب عليه إنهم يتركوا كرسي الحكم. النقطة الثانية، إحنا اليوم في يعني هذا الخبر الحقيقي اليوم لما انت شفت الرئيس التركي بيلقي في خطابه في الأمم المتحدة وبقول دولة إسرائيل، بتقول وزير خارجية إسرائيل بقولك أعطونا نشوف بس وين حدود دولة إسرائيل اليوم، وين كانت حدود دولة إسرائيل 1948 1967 2020؟ هذا الخبر الخطاب اللي له معنى اليوم. لما انت شفت الرئيس السيسي اللي طول عمره يتشدق بعلاقتهم وبصحبتهم مع الرئيس السيسي، كان موضوع أو جزء كبير من حديثه عن موضوع القضية الفلسطينية ولا بد من حل القضية الفلسطينية. لو انت جيت تفرجت اليوم على الرئيس على الأمير القطري وشو كان توجهه وشو كان حديثه حول القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية أكبر وأشرف من كل اللقاءات اللي بتتم من تحت الطاولة، من كل اللقاءات السرية اللي هي مخجلة اللي هي مخجلة اللي لا يستطيع أي تطبيق. لن يكون في نقطة أخيرة، بس نقطة أخيرة بعد ذلك، نقطة أخيرة أستاذ مهند، نقطة أخيرة بالنسبة لوزير الخارجية الإماراتي، بدي أحكي لك شغلة واحدة. الإمارات هي من جرت السعودية إلى اليمن، الإمارات جرت السعودية إلى اليمن، وعندما بدأت تدق طبول الحرب الإمارات سحبت حالها وسحبت من اليمن. فإذا إذا هذا شيء، أنا دور أشغل واحدة بكرة، إذا بتقع حرب بين إيران وإسرائيل، الإمارات المتحدة شايف وين؟ مش هالممسك. لذلك الاجتماع، لذلك تم الاجتماع. اسمح لي، انت وين اليوم اذا الولايات المتحده الامريكيه بعظمتها وجلال عظمتها قاعد بتهدد وما بقدر تسوي شيء لايران؟ احنا مش مع ايران دير بالك، واحنا مش مع انه تضرب السعوديه، شايف وين؟ ولكن الامارات حتى هناك اطراف سعوديه انتقدت ذلك، شايف؟ والسياسه الاماراتيه تعني كانت تصرح في السعودية على المحطات الشكل، وفي نفس اللحظة الضباط الإيرانية. بعيدا عن السياسة الإماراتية دكتور، إذا أنتقل إليك عن أي تطبيق يتحدث الجانب الإسرائيلي بصراحة، يعني شاهدنا الخطابات اليوم، الملك الأردني، الشيخ القطري الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجميع يتحدثون في العلن عن إقامة دولة فلسطينية لحد 67. حدد الملك الأردني بقطع العلاقات مع دولة إسرائيل في حالة حدد بقطع العلاقات. فعن ماذا تتحدث؟ يعني أقول لك شيء، أول شيء أردوغان اللي محتل أجزاء كبيرة من سوريا، هل محتل أجزاء كبيرة من قبرص، هل محتل، هل أجداده قتلوا الأرمن؟ يعني هو بيحكي عن إسرائيل لكي لا يكون الناس ما بيقولوا له، ليصرف الأنظار عن احتلاله لقبرص ولسوريا. هذا أولا. تركيا دولة محتلة، 5 مليون لاجئ سوري، 5 مليون لاجئ سوري في تركيا في الوقت اللي دولة إسرائيل تتشدق بالديمقراطية، لاجئ واحد سوري ما دخلتوش، فتحت الحدود، 5 مليون لاجئ سوري في تركيا. السيسي الله يساعده، شعبه سوف يتم الإطاحة به، عم خلاص
يعني أكيد بده يتاجر بالقضية الفلسطينية بعد جمعة جمعتين يمكن يتم الإطاحة به يعني للسيسي. أكيد أحسن شيء شعبوي يحكي عن القضية الفلسطينية. ملك الأردن كذلك خايف من العدوى المصرية، وملك الأردن آخر من يتكلم، هو الذي ألغى معاهدة السلام. شوف القضية الفلسطينية كلهم بيحكوا، كل الحكام العرب بيحكوا ولما في تلفزيونات وكاميرات والأمم المتحدة مقر الأمم ومنصات كلهم بيقولوا قضية فلسطين قضيتنا، ونحن نقف وندعم الشعب الفلسطيني وندعم حل الدولتين. لك هيدي بنعرفها، هي كل الفيديو كل السيناريو كل بنعرفها يعني بس وراء الكواليس هند ضد إيران، وراء الكواليس انبطاح لإسرائيل، يريدون هرولة لإسرائيل، يريدون علاقات مميزة مع المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، هرولة خليجية. هذا السبب اللي خلاكوا في الانتخابات تقولوا بدنا نحتل الأغوار وبدنا نعلن الأغوار جزء من الضفر الغربي. تعلمتوا من الدعاية العربية. هذه ما يكل نتنياهو أصحاب الحكام العرب. هذا الشيء اللي أنت بتحكي فيه دكتور إيدي بقول لك شغلة واحدة، إنه كل محاولات التطبيع اللي بتصير مع الزعماء ومش راضي عنها الشعوب لا قيمة لها. الحل الوحيد لدولة إسرائيل هي أن تصبح تفكر بطريقة منطقية وأن تتعامل مع الشعوب إذا تدعي أنها ديمقراطية، أن تتعامل مع الشعوب وأن تتعامل أن تبدأ ببناء جسور السلام للأمة العربية للشعوب العربية. لأنه الزعامات من مبارك والقذافي وكل هاي الناس، الزعامات وين هي اللي موجودة اليوم في مزابل التاريخ؟ فكفاكوا من اللقاءات الليلية اللي حتى تخجلوا إن تقولوا مع مين أو الطرف الثاني يخجل بها أن يقول إنه سمع معكم. عليكم أن تفكروا بطريقة ديمقراطية وأنتم تدعونها ديمقراطية. خلينا نحكي، خلينا نكون يعني لا تظلموني، أنا أوافق الرأي مع الضيف. إسرائيل تتصرف يعني أنا ضد هذه اللقاءات السرية والتي تثبت بأن إسرائيل عن جد خايفة، وأنا ضد كل اللقاءات يعني كأنه إسرائيل عم تشوف لا تخزني عشيقة أما شيء يعني ما بدي أقول الكلمة مومس. صحيح مومس. هذا غير طبيعي. لكن الحكام المشكلة هي مش إسرائيل، إسرائيل بدها تظهر للعالم. هنا عندك رئيس الخارجية البحريني بيلتقوا لا إسرائيل هي المشكلة. عبد العزيز الدول حل القضية الفلسطينية ومن ثم طبعوا العلاقة مع إسرائيل وتعاونوا مع 55 دولة عربية وإسلامية. لاجئين فلسطينيين التزموا لازم تعديل السلام العربي. أنتم تدعون لازم فيها شروط تعجيزية لازم تعديلها، حل القضية الفلسطينية وطبع العلاقة الأمنية والاقتصادية والسياسية مع جميع الدول العربية. ومن صاحب هذه المبادرة؟ ذكرهم من هو صاحب الملك عبد الله بن عبد العزيز الذين يدعون أنهم بعلاقات يقيموا علاقات مع الملك عبد العزيز. شوف مبدئيا يعني انا ادعم مبادره السلام لكن مع تعديلات. هيدي فيها شروط تعجيزيه يعني كلها رايحه لمصلحه الفلسطينيين، القدس، اللاجئين. مين حيفوت اللاجئين لدوله اسرائيل؟ هذا شرط تعجيزي. مين حيفوت؟ لا كان استغليتوا هذه العلاقات الغير شرعيه وطرحتوا انه في عندكم شروط، تعال والله رد عليها. يعني من 2002 لليوم ما سمعنا رد عليها. كنت أتمنى في لقاءات بين السعوديين والإسرائيليين. يا هل ترى وأنا أكيد من هالشعب معلوماتك الاستخباراتية اللي بتجيبها إنه اجتمع وزير الخارجية مع وزير الخارجية ما جبت؟ أعطونا رد، اطلعوا للعالم إذا عندكم هاي الردود، اطلعوا للعالم وقولوا وحرجوا الناس وقولوا إنه إحنا مبادرتنا بتقول 1 2 3 4، إحنا لليوم ما سمعناش رد عليها. أوسلو اللي أنتوا جيتوها والتزمتوا فيها تخليتوا عنها. هل هو الهروب، اسمح لي، هل الهروب دائما الى الامام بدعايات انه اجتمعنا وسوينا وغبنا وحطينا وانه ما فيش شريك فلسطيني؟ الم تنتهي هذه الفقاعات؟ الم تصلوا الى نقطه النهايه؟
شوف الانقسام اللي موجود اللي حصل في الشارع الاسرائيلي، انه الشارع الاسرائيلي مش قادر يشكل حكومته، مش قادر ياخذ دلاله لهذه السياسه الخاطئه لهذه الحكومه لهذه الحكومه الفاشله. صحيح. اللي سمعت الرئيس ترامب فاشل. ومستشار الرئيس ترامب شو بقول عنها؟ بقول شبعنا كذبا من نتنياهو. يعني تصور ترامب المستشار تبعه اللي غلط، يعني بما معناه احنا انه اخذهم على طريق الخطا. وعرف تصور انت انه حتى مجرد ذكر اسمه هو على دراج الطياره قال علاقاتنا مع دوله اسرائيل. فهذه السياسات هي من يهدم دولة اسرائيل وسياسات دولة اسرائيل بهذه الطريقة. الكذب استاذ ايدي له حد، وأن تكذب إلا أن تصدق نفسك هاي مشكلة. شوف الوضع هو أنه وصلنا لطريق مسدود، ما في مسيرة ثلاث. أصله مات حتى في الشارع الإسرائيلي، أصله مات والشارع الإسرائيلي الانتخابات هذه ما لها علاقة. حتى الشارع الإسرائيلي مسدود. إسرائيل مع الدول العربية مزدهرة للأسف، كلها وراء الكواليس. دولة إسرائيل تتحول إلى ديكتاتورية، إلى ديكتاتورية، ديكتاتورية نتنياهو. شايف وين اللي هو يقول العلاقات مزدهرة بين إسرائيل والدول العربية ولكن في السر. صحيح يا أخي، إحنا نتمنى هذه العلاقات أن تزدهر، لتصبح مش بس تزدهر، لتصبح بس في العلن، لتصبح علاقات شريفة. بخافوا جبناء. شوف الإمارات ضد إيران. يا أخي أنت زلمة تدعي أنك تعرف مصالحك. سيد أحمد، أنت تعرف مصلحتك. أنت كدولة تحترم نفسك وتعرف مصلحتك. هو بخاف، هو ديكتاتور. سيد أحمد، وأنت الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط برضو تخاف من إيش؟ لماذا تخشى سيد أحمد؟ لماذا تخشى أو يخشى الحكام العرب الخروج لأنه الحديث عن تطبيع العلاقة مع إسرائيل؟ اسمح لي دغري شغلة واحدة. الحكام العرب بحاولوا يستخدموا هذه الفزاعة اللي اسمها دولة إسرائيل، الفزاعة دولة إسرائيل، لأنه اليوم في نزاع إيراني، في شوف في يعني أعداء على الأمة العربية، أعداء كان الفرس أو دولة إسرائيل، هذا من هنا وهذا من هنا. اليوم يمكن جزء من الزعامة العربية بيعتبرها نوع من الذكاء إنه يتعامل مع عدو كما تعامل أجداد هذه الزعامات مع البريطانيين ضد العثمانيين، بيخرجوا العثمانيين. واليوم الأحفاد بحاولوا إنهم يتعاملوا مع دولة إسرائيل ضد الفرس، ولكن أنا بقول لهم لا مش السبب هيك، لا ضد الفرس. بعض الزعماء العرب بتوقعوا إنه هذه العلاقات الدبلوماسية اللي قدر نتنياهو بكذبه أن يسوقها عليهم، وإنه مفتاح البيت الأبيض في جيبته، وإنه من يدخل ومن يخرج من البيت الأبيض هو نتنياهو، وهذه السياسة فشلت وسقطت. وسترى وأكبر دليل على ذلك انه الولايات المتحده الامريكيه، شوف ضربت المقرات النفط او ضربت شركه ارامكو في السعوديه، وهذا خط احمر. طبعا احنا ضد هذه الضربه. شو ضربت؟ ايران ضربت يعني. ضد هذه الضربه يعني. مين مكان لانه هذا اقتصاد الوطن العربي. هذا اقتصاد يعود للوطن العربي. ولكن ضربت، شايف وين نفعهم ترامب؟ تعرف شو قال لهم ترامب؟ عليهم ان يدفعوا ليحموا انفسهم. وهذا الشيء نفس الشيء انا بانصح كل الزعماء العربية او كل راس من السياسي في الوطن العربي، اسرائيل انتم كمن تدثرون، يعني زي اللي بحط الحي في عبه، لا انتم بتقدروا تنفعوهم ولا هم بيقدروا ينفعوكم. العلاقه الحقيقيه والواقعيه هي مع ايران. دكتور ايدي، يعني انحلت القضيه مع ايران، التقى روحاني في ترامب وحلت هذه المساله، لا سبب لوجود علاقات بين اسرائيل والدول الخليجيه، لا ما تريد. بيرجعوا بيشتمونا وبيطالبوا بتحرير فلسطين. الحمد لله هذه مصالح، هي مصالح. ماذا سيكون اذا سقط نظام ملالي طهران؟ بيرجعوا يعني مثل عبد الناصر يطالبوا يعني بتحرير فلسطين، يعني يستعملوهم بما معناه يستعملوكم العرب. هذا انا اعتقد هذا يعني تحليلي الشخصي. يستعملوكم العرب. نعم، لذلك يجب على دولة اسرائيل وحكام اسرائيل ان يقولوا للحكام العرب اما علاقات شريفه علاقات علنيه. وانا اقترحت لاجهزه لدوله المؤسسات تصوير كل لقاء مع حاكم عربي، ليوما ما لازم يطلعوا الفيديو هذا. وانا اتمنى وانا اقول لك انه يمكن سمعوني هناك شركات التجسس الاسرائيليه، شركات التجسس الاسرائيليه ما بتبيعش اجهزتها الا للزعماء العرب. مع الحكام العرب تاكد رسمي لقاءاتهم، حتى لقاءاتهم مع نسوانهم مصوره. طمنا هاي الناحيه، يجب حتى على الزعماء العرب مع نسوانهم ان تصور وان توثق كل لقاء سري مع كل حاكم عربي او مع كل ضابط. هذا ضابط يمكن يصير رئيس بكره.
مع من؟ شوف يعني السيسي مثلا كان ضابط وهلا صار رئيس يعني. مع من العلاقات مع حكام عرب؟ من الحكام العرب؟ مع السعودية، مع الإماراتية، كل هذول العلاقات السرية يعني، الوفود مع الكويتيين، في علاقات أنت لا تعرف كما في وفود خليجية. الأمير كل أسبوع في وفود خليجية. الأمير تركي الفيصل، الأمير تركي الفيصل اللي هو كان رئيس الاستخبارات السعودية قبل فترة كان في لقاء تلفزيوني حتى مع قناة إسرائيلية، وقال لهم حتى لو شو ما كانت طبيعة العلاقات لن يكون تطبيع شريف وواضح إلا بحل القضية الفلسطينية. أستاذ دكتور إيدي، لو لفيته مش الحل في رام الله والحل في القدس والحل في غزة، مش لو توصلوا مش واشنطن، اصلوا ما بعد واشنطن، اصلوا القطبين، مش رايحين تنحلوا حلكم من هنا. مفتاحكم لان تتعايشوا، مفتاحكم لان تتعايشوا في وسط هذا المحيط، المحيط العربي، في وسط هذا المحيط من الناس العرب، مفتاحكم الوحيد هو أن تمدوا أيديكم إلى السلام وأن تنزلوا من هذه الجهية. لكن القضية الفلسطينية ليست الأولوية، ما أعرفها. هلا الأولوية الإيران يا حبيبي. دولة إسرائيل اليوم الأولوية إيران. جمعت ما جمعت من أسلحة. دولة إسرائيل جمعت ما جمعت من أسلحة. دولة الجيش الخامس في العالم والدولة النووية الوحيدة وعندها 200 رأس نووي، شو قادرة تسوي فيهن؟ طب اضرب فيه النووي، شو بيقدر يسوي فيه؟ ولا شيء. اذا 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 لو هذه المصاريف وهذه الاموال وهذه العقول بدل ما بددت على اسلحه صدئت، شايف، حطيتوها في طريق للسلام وخليتوا حل بدل ما كان بس الجانب الفلسطيني الاسرائيلي. انت شوف محمود عباس ابو مازن، هو التعنت الفلسطيني. نحن ما حدا يحكي هلا عن القضيه الفلسطينيه. سياتي اليوم وسيبكي الاسرائيليين على وجود محمود عباس اللي ضيعتوه من غير ما تستغلوه. صح، صار له 10 سنين ما في سياتي يوم لانه صار له 10 سنين وفي متعنجه في بلفور، في متعنجه في بلفور اسمه نتنياهو اللي هو اكل وشرب ونام وقام على هذا الكذب. نتنياهو هذا نقاش مش للقضيه الفلسطينيه. ما فيك تلوم نتنياهو، لوم الفلسطينيين هن اللي كل يهددون. ونحن بنحكي عن الحكام العرب. انا ضد اللقاءات السريه، لكن ما حدا بيسمعني. اطلع بالنداء، انت زلمه اليوم مسموع، انت مسموع في الخليج العربي اليوم. انت اليوم وجه رساله من هنا، انت اليوم عندك متابعين ومتعقبين في الوسط في الخليج العربي اكثر مني ومن كل فلسطين. انت اليوم نادي على الخليجيين اللي بتابعوك وقول لهم يا جماعه احنا اخجلنا من هاي اللقاءات مشان انه بيسووها لقاءات عالميه. انا دائما اكشف لما بتجيني معلومات عن هذه اللقاءات السريه يعني. وهو بيعرف. هل نعتبر انه اليوم انت لما بتقول انه التقى وزير الخارجيه الاسرائيلي مع وزير الخارجيه الاماراتي، هل هذا خبر يمكن ان يكتب فتحت انه وزير مؤكد. ممتاز جدا. هي نعم. احنا طلعنا بخبر. نعم. يا استاذ مؤكد. استاذ مهند طلعنا بخبر سكوب انه التقى وزير الخارجيه الاماراتي بوزير الخارجيه. انا بدعو من هان وزير الخارجيه الاماراتي ان يرد على هذا على هذا على هذا الخبر، اما بنفيه واما ذهب كاتس الى ابو ظبي. شوف اسرائيل كاتس كان في ابو ظبي، تحدث عن سكه القطار وتحدث عن زايد. كان في اسرائيل من بضعة أشهر، كان في إسرائيل. أنا ما عندي صور، لو عندي كنت كشفتها، لكن هو كان في إسرائيل وكشفنا الطائرة التي إجت هاللي جابته وكل مسار الطائرة. في علاقات أنت لا تتخيل، أنت لا تعرف يا أخي. أنت ما بتعرف يا أخي. إحنا بس لو أعطيتونا خبر، لو أعطيتونا خبر إحنا كان سوينا له غدا في رام الله، بس إحنا والله ما معنا خبر. لو أعطونا خبر، لو أعطونا خبر يعني يأتي شخصية كذا. اسمح لي، هو ليس لقاء الإمارات بالإعلام. اسمح لي إحنا في دور مش خلينا نحكي بشوية، مع إنه أنا مش حابة أطلع الموضوع، بدنا نحكي شوية. اسمح لي، احنا اليوم بنمر في 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 تغيير الزعامات. احنا اليوم في عندنا جيل جديد للزعامات، سواء في السعوديه محمد بن سلمان او محمد بن زايد او عبد الله بن زايد، في جيل جديد، او حتى الامير القطري، في جيل جديد اللي يمكن اعتبر لحظه لانه درس في امريكا ودرس في هارفارد في لندن ودرس مش عارف فين وروح، واعتبر انه مش عارف السياسه الاسرائيليه صح، وما رضي ياخذ من خبره اباءه واجداده اللي تعلموا اللي انكووا من هذه العلاقات السريه البغيضه
اليوم فكر انه هو ممكن يجيب القط من ذيله. اليوم قريب اللي يأتي اللي سيكتشف الزعماء العرب مدى خطأهم إذا كانت هذه الدعاية صحيحة، مع أنه أنا أشك في صحتها، ولكن احتمال. الوزير كتب على تويتر احتمال. احتمال. أي وزير خارجية عربي ليس لديه علاقة مع إسرائيل في الأمم المتحدة؟ في الأمم المتحدة مين أي أحد؟ أنا بقول لك ما في، هذا هو. أنا بقول لك يمكن شو؟ لا انت ليش عم تحامي عن مدافع عن الامارات؟ يمكن انتم بالعاده بتلتقوا بوزير الخارجيه النيجيري، شو عم يكذب؟ لا جيبوتي، يمكن جيبوتي يا اخي، جيبوتي هو كتب بالحرف مش جيبوتي في الجامعه العربيه يا استاذ مهند، التقيت مع وزير خارجيه عربيه جيبوتي ليس لدينا علاقات معها، جيبوتي دوله عربيه، لا دوله افريقيه، دوله افريقيه جيبوتي، من جيبوتي دوله عربيه، مش شرط يعني طلع هذا المستوى تبعك، هذا المستوى تبعك يعني لم يبقى للوقت. لا 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 دكتور ايدي كوهن الباحث المحلل السياسي الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك، وشكر موصولك سيد أحمد العملة المحلل السياسي الفلسطيني. مشاهدي الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام المناظرة اليومية، نشكر لكم حسن المشاهدة ونلقاكم على خير بإذن الله.